هنتكلم عن موقع مصر. تحتل مصر موقعا جغرافيا متميزا، فهي بين ثلاث قارات، آسيا وأفريقيا وأوروبا. ومش بس كده كمان، دي بتعتبر دولة مصب لنهر النيل اللي بيبدأ من هضبة الحبشة بأثيوبيا وينتهي عند الدلتا، وده اللي خلى مصر صاحبة حضارات وطمع من الغزاة. ولكن بالرغم كل ده، كانت مصر دائما مقبرة الغزاة، فغزاها الفرس والبطالمة والروم، وفضلت تتنقل من محتل لمحتل، ولكن شعبها عمره ما عرف طريق الاستسلام. وفي عهد الامبراطور ديكليديانوس حصل حادث مهم جدا في التاريخ المصري، وهو اضطهاد المسيحيين، وسمي بذلك عصر الشهداء اللي راح ضحيته كثير من المسيحيين. ثم جاء الامبراطور قسطنطين واعترف بالمسيحية، الى ان غزا الفرس مصر مرة تانية، لحد ما قدر الامبراطور هرقل الامبراطور الروماني طرد الفرس من مصر سنة 629 ميلادية، وعين نائبه الموقوقس كيرس. وفي نفس الوقت حصل صراع حول طبيعة السيد المسيح بين الكنيسة المصرية والكنيسة البيزنطية الموجودة في القسطنطينية المعروفة حاليا باسطنبول، وده اللي خلى الأب بنيامين بطريرك الإسكندرية يهرب للصحراء. وبعد نجاح الرسول صلى الله عليه وسلم في نشر دعوته في كل الجزيرة العربية، بدأت حركات الفتوحات الإسلامية. مش بس كده كمان، ده كمان الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر مصر في أحاديثه الشريفة ووصى بجنوده: إن الله سيفتح عليكم مصر من بعدي فافتحوها، ستفتح عليكم بعدي مصر فاستوسوا بقبطها خيرا، إن لكم فيها ذمة ورحمة، إذا فتح الله عليكم مصر فاتخذوا بها جندا كثيفا، فهم خير أجناد الأرض. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: لما يا رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأنهم في رباطني إلى يوم القيامة. وهنا كلمة كبتي يعني مصري، وهي جاية من القباطي يعني المنسوجات اللي بيستخدمها المصريين القدماء، وهي كلمة أصلها من الكتابة المصرية القديمة، وهي الهيروغليفية. اشتركوا في القناة وعمل إعجاب للفيديو وتفعيل زر الجرس.